gudahaan dalkan Mareykanka waxaa la soo gabagabeeyay doorashooyinka dhexe waxaana hardana dad loo galay kuraasta golayaasha deegaanka aqalka sare aqalka hoose iyo gudoomiyasha gobolada Ohio oo ahayd halka ay inta badan eegayeen waxa kuraasta xilibanimada ee 9aad iyo 3aad ku guuleystay Ismaaciil Maxamed iyo Munir Cabdullaahi oo tartamay xisbiga Dimuqraadiga boqolaal Soomaali ayaa isugu yimid goob lagu sugeeyay natiijada doorashada waxana markii lagu dhawaaqay natiijada doorashada goobta soo gaaray Ismaaciil iyo Munir oo si weyn loo soo dhaweeyay qaar ka mid ah haldoorka jaaliyada Soomaalida oo Ohio oo goobta ka hadlay ayaa hadallo u badnaa dardaaran duco iyo amaan u soo jeediyay xildhibaan Ismaaciil iyo Munir oo noqonaya Soomaalida ugu horeysay ee ka mid noqota golaha deegaanka ee gobolkan Ohio أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين إن ينصركم الله فلا غالب لكم وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده وعلى الله فليتوكل المؤمنون صدق الله العظيم جزاكم الله خير الجزاء على حسن استماعكم وما سنتين سيدة وناكسنا أولي قيستين إن شاء الله تعالى وحان ربا ميل هدل اسكو إماضه وضد مسلمين اسكو إماضان وحير إلي سنهو وحبين فرحادوا ودريمي كرا لكن وحان ربا إن شاء الله تعالى إنا لبدق وحان كبرنين أن إن شاء الله تعالى موضوع اللي يرادو الشكر على النعم أما إله لكم يدعي نعموينك وكسيي وحان أقوى النعمة إله سبحانه وتعالى نسي نعمة الإسلام إن إله أقوم عن النعمة الإسلام كون هي سنة دمانتنا نعمة عافماتك نعمة أمنك نعمة قولها إله سبحانه وتعالى أبحيه ويو هدي لقوم عن إله سبحانه وتعالى نعمة كيسة إله وحنوب بلن قاضي إنه نو زيادنا يو لإن شكرتم لأزيدنكم مرك إن شاء الله تعالى تاسي ومداس مدك لو حان ربا إن شاء الله تعالى أيضنا إن نهمبليو أما التهنيد أن إن شاء الله تعالى لو ذاقو ولا لها دمان تود أخونا أم ولالكين إسماعيل محمد إيو منير عبد الله أصعبتما إن شاء الله تعالى جزاكم الله خير الجزاء قوشة أي سوهين ومدى صوماليات أي سوهين يرونتي طبعا كالنت الدهب كأما بال دهب لأي كقلين تاريخ ذا ودن كمريكين كه أيضاً وحال لي هي إن أدعينا أي نجم متسيهن إلهي سبحانه وتعالى حلكاس إقاذين إلهي هكو أسترو إلهي هكو قوليو عقبض والبنى إلهي سبحانه وتعالى هكل حيو هرتو هذا وجزاكم الله خير الجزاء والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ما شاء الله حول أدق بان صوت سميني ما أنت وحن اسكو دينا داد بدن باليسكونا هو قدرن وحال لي إن شاء الله إن أنصوكم نهذا الكه قفل بالله بدقيقة صدح دقيقة فضلا يا لقبدين مكو ديران ايوه وحن كبلاب يا عبدي آذن او سيدا كل يوم وضا قران ايسان فضلا هلي لسو دو ايوه وعلى فدبرتا عبدي آذن وعلى فدبرتا كان بين كان فضلا هلي سو دو ايوه و كوميونيتي ليدر مانوال بوماشي وصو تاقنا كان بين كان وحو كيم الفكر كاسماعيل محمد انو ترتمو كدي مركان أغاني إن أن أبا أنا هاي دنا مثلا سيدو كلام مركان أغاني إن أن هيلي كرنو دقالة يو عدد مغفران إن أن هيلي كرنو انتبا أنا وأرنتاس كدو لنا يا وحان قلقالينا أو كشاقينا إسماعيلين وترتمو وحونا أقف كي مركا أغوها بونا وأسلاحين هاوشا وكوانا كسينيا انتا كدب وعاد ودي أكتين دورشادة صدح بغول عدبان لو كقو ليستي aan afar kun iyo afar boqol iyo xoogaa ma tagnay afar boqol afar kun siddeetan iyo koob aan loo ka guuleystay meeshii kumaan aharin sanadkii labaad maxamuud jaac baa tartamay sidaasoo kale loo garab istaagay sidii ismaaciil loo garab istaago aan loogu kala harin sanadkii dhoweyto oo waxaan maleynayaa labadii kun iyo koob iyo labaatankii
walaal kale oo Soomaaliyeed maxamed faarax baa tartamay sidaas ilmada loo garab istaagay mar labaad waxa tartamay maana harin maana samrin mar walba waa sheegaynay inaana campaignkan ka hari doonin ilaa aan meel magac leh uga soo harno waxa tartamay Munira Abdullahi iyo Ismaaciil sanadkan alxamdulillaah rabbil aalamiin ilaahay baa ku mahadsan caawa halkaan inaan joogno ugu dambeyn waxaan rabaa laba waxyaabood inaan sheego mid waa codsi aan u dirayo dadka Soomaaliyeed midna waa dardaaran aan musharaxiinta u soo gudbinayo codsigan ka hormaraya waxaan ka codsanayaa dhammaan dadka Soomaaliyeed gaar ahaan dadka central ahaa ee degan si buuxda hagar la'aan ah oo Soomaalinima inay ula shaqeeyaan musharaxiinta garab istaagaan wax kasta ay la garab istaagaan oo kala shaqeeyaan si ay u noqdaan kuwa xilkooda guta waxaan rabaa inaan kula dardaarmo musharaxiinta ilaahay subxaanahu wa tacaala inay gartay inaad noo noqotaan hoggaan waxaan u baahanahay guud ahaan ummadda degan labada degmo ama central ohio inaad cadaalad u samaysaan muslim iyo gaalo madow iyo cadaan ba xaqba inuu kuleeyahay waa inuu doorteen marka labaad waxaan rabnaa oo kula talinayaa aniga oo hubaa inay arintaas fulinayaan oo ku kalsoon dadka Soomaaliyeed oo doortay oo maal gashaday oo beeskooda inay mideeyaan oo u istaagaan sida ugu dhaqsaha badan ay ka bilaabaan midnimada dadka Soomaaliyeed insha Allah arintaa waan kala shaqeynaynaa waxaan hubaa aqoonta aan u leeyahay labada dhalinyarada inay arintaa ku filan yihiin inay sameynayaan waxaan leeyahay inayna diyaar u yihiin niyad samidooda aqoontooda kartidooda intaba waan garanayaa marka aad baan ugu kalsoonahay arintaa inay sameynayaan ugu dambeyntii waxaan rabaa inaan guud ahaan intiin halkan joogta iyo inta Soomaalida oo maqan oo guushaan ay sharafta u tahayba inaan u mahadceliyo saddex gobol oo campaignkan ugu taageeray dhaqaalo inaan xusaan rabaa waa gobolka Massachusetts magaalada Boston Seattle Washington iyo Minnesota oo aan marna halmaami karin marna ma halmaami karno mana halmaami doono wayna taageereen wayna ducaynayeen wayna garab taagnaayeen marka ma rabna inaan halmaano anigu marka socod u taagnaa dadka yar ciyaar dadka dhalinyarada in macnaha aan ka shaqeyno inay horumaraan runtina wax lagu guuleystay alxamdulillaah rabbil caalamiin in wax fudud ma aheen 20 years waxaan ka shaqeynayay in elect officials kan governor senator magaalada joogan governor kamida dan davis oo kamida aha ohio legislation black caucus ka dad badan oo state ka degana macnaheedu waxa ay markasta inaan mar runtii aan soo saarno dad macnaha community wax ku ool ah oo aan ka bedeli karo macnaheedu dhibaatooyinka haysto dad yaryar oo dhalinyaro ah oo mustaqbal leh macnaheedu waa arkayseen campaignki wax fudud ma aheen waa arkayseen waxyaalo badan la yiri runtiina waxa soo dhana waxaan u dhigan dhal dhawr macnaheedu garan kartaan campaignkan wax easy hadda u maleeyseen easy no aha it was an easy campaign just remember that this campaign came from a long way it was an easy campaign again I'm repeating people remember people were telling us we cannot raise money dadki aan u tagnay they were telling us you cannot raise money because of you guys cannot make money so we raised money to prove that we have today two elect officials not one two Munira and Ismaaciil you know I want to dedicate to Munira wa dalyanadi aan runtii aan ka shaqeynay inay macnaha in qoto Munira came to me early age and she said there I want to be state representative I want to be run office I said Munira we can help you to run and to be, because her background was political science so when she came in we engaged her we designed her to run the community help them and imagine she was the honest person I ever seen in my lifetime she was wonderful I want to make sure she will be the first hijabi girl in the state of Ohio so I want to make sure that and also I want to acknowledge one thing Ohio and the black congressional black caucus Don Davis Gerald is here Don Davis has the backup for this generation to make sure that we have a young generation who has representation This is the generation that we want to make sure that they lead in our community inshallah ta'ala waxaan rabnaa dadka yar inay u noqdaan examples to make sure that gabdhaha yar ka in arkaan iskuulada marka lagu dhigaayo in arkaan hijab girl or make it a safe house 2 million people will be represented by Munira inshallah ta'ala
قف والبعاء وهلكان فريه وحنا مثلا الشعور بدري معايا in fact this is something to be proud of it وحنا وحنا مدسوجيني أنا رنتي وحنا دريمي كربا قريب مدق بهاي وحصل عن انتفاع تاعي لكن وحنا دريمي أنا إن سوى عليه رنتي سبتو حيت هاي كان بين كان مركان قلي إني سيدي برانش هاي easy ما هين هبينا بدنا وحاجة doubt وجري هبينا بدنا وحاجة أصلا هاي إني maybe not this time maybe 2 years from now لكن مرة بوحنا كوكان عصرين ده كييجا مرة بوحنا كوكان عصرين ومد إنتينا أنا كوكان عصرين أنت قريها جوكتا مر البوحان كوقع عسنا إن قفك الصومالي على سنترال وهاي دجن مركز قرتو إن منيري إسماعيل تاجين هين إن الصوب بخيان عضينا يانا حرام مركز conviction كي أن كوقع بيدك الصومالي ده مر لبعض رتع عوا وحاسوي وحرنتي فرحت قلنا هي سابت وحيت هاي without صومالي إن there's no صوب بحنا عوا هلك عشوا ما نايمانن so the man تي ويني ما دعنا يا مد لبعض ودمشرحين هذا ما هذا وحلبانا في لايا صومان ها حلي بنا لب هل أري بس على يا صابتو حيت أمد ما تجوكت أمد له جامي كرماهن أمد أدو دي بدن واي لكن وحلو بهي عبد القادر الموجيو وحلو بهي إن لأجادو دتكي إذن دورتي يوحي إني دورتن سو ما لبنا expectation إذن كليهين كلي وحلو بهنتي ناد ماله سكوي ما رايانتي ما دان وحلو بهنتي قف كي جرن ناد أودان صوب وقتان وحلو بهنتي ماله الشركة كليهين ناد رمال على مدو دقوني ده وجود بلدجان أنا تكتان waxa u baahan tiin meel walba oo laba Soomaali isku iimaaneysan haday xuma haday ay dhibaato jirto iyo hadii wanaag jiraba ina show up gareysan anaga waxaan la kaga baahanyahay ina u duceyna sida Cabdi Aadan iyo Rigi hore sheegan waxaan ku faraxsanahay ku qanacsanahay Ismaaciil iyo Munir inay yihiin dadkii ugu fiicnaan uma tan lahaa runtii campaignka waa isku barta qofku wuxuu yahay la barta duntiisa la barta qof tala qaadanaya inuu yahay la barta wuxuu yahay la barta waxaan ku qanacsanahay marka haddii gadaal ma aqaan aduusan khayr ka dhameeyin I have a full confidence on this guy Aso Munira. Thank you so much. Congratulations all of you. Asagu leesh dhalinyarada maartay oo madaliyashaha oo hal iyo habeen nasayn subax kasta taagna waanu madacelinaya. Waanu madacelinaya waalidinta dhashay maartay Munira iyo Ismaaciil. Idanka sharafta la kasoo qabgalay. Ee kambeegas aad buu odka. Run ahaan aad baan maartay waqti u gelinay qorax baan taagnay 7 days mararka qaar kood. Laakiin caqabad badan aan la kulanay barbagaando wax badan maartay. لكن عكتن مرينا قوش ما توان جوغنا وعنو شيء يدك سوما لهالك السقيمت ما نجيلا نقولي وحقان أما مثلا سيتيكا استيتكا وليان ما نجيلا مثلا ومركو أهريسي كوربان كقواني ماشي سيتيك هولكي أها استيتكي وهذا قواني وانكو حجين دوانا كوه كلام مارت كميشين رادي كوه هوس وعنو شيء يدك سود وهذا وان ما سنتين اسماعيل يو منير شقا يدين تال waad ma sidii mahadnaqa koobaad waxaan siinaynaa Ilaahay subhanahu ta'ala mahadnaqa labaadna waxaan siinaynaa insha Allah flotteriska ee dhamaantood ka soo shaqeeyay in xafladan ee wa ogtihiin volunteer la'aan waxba ma qabsoomaayaan wa ogtihiin albaabada la garaacayo iyo ma taqaana dhexgalka la sameynayo shaqadii la qabanayay laga hadlay dadka soo baxaya wariya horta mid ay idin sheegaya Ismaaciil iyo Munir markay tartamayaan dhaywan waxa laga yaaba dadka badankood inay dhahayn Soomaali waa wixii hore aan arki jirnay waaye waa ku fashilmaynaa inaga daaya dad badana waxa laga yaaba inay saniyad u haynin laakiin dad volunteers ah dhalinyaro ah baa waxay ku dhahayn hore u socda garabkiina taaganahay taas ayaa waxay keentay community intii kale inay fahmaan muhiimadda ay leedahay labadan qof inay tartamaan ya so community volunteer-kii ka gudubtay community u tagtay waa laga dhaadhacsiiyay waa fahmeen albaabada la garaacay way soo baxeen way codeeyeen marka volunteers-ka ma hada labadan siiyay ma hada saddexaad waxaan siinayaa qof kasta Soomaali ah ama nan Soomaali ah who voted for Ismaaciil and Munira because without them tonight couldn't have been here wallahi alazim so qof kasto Munira Ismaaciil u vote gareeyay baaw darajadan soo gaarsiyay marka ayaga ma hada saddexaad iskale een waxaan kala rabaa halka inaan ku xuso hal kalmada Ismaaciil iyo Muniro way maqlaayaan labada Soomaali way ku hadlaan Ismaaciil iyo Munira waa xilibaan dhaart u harsantay caawa wali ma dhaaran laakiin maantay dhaartaan suliid weyn ba fuuleysa dhawarka ahaa very important to ahaa oo diiday inay soo hormariyaan
walabada qof subax walba from 8 a.m. taagna primary iyo electionki hadaba oo taragyadooda intee meel ku soo baar gareeyeen every single day one day aan misgareyn waxaan rabaa even though in rabin inay hormaraan waa abdi cabdisaciid fadlan haloo sacbiyo iyo abdisaciid walaalayaal caawa aniga wax waayo habeenkii aan dhasho kalinta ila mid tahay waa habeenkii aan sugaayey maahmaah baan caawa idii sheegayaa dhallinyaradu ma taqaana laakiin bal ha loo fasiro waxa weeye waxa waaye maahmaahdaas rag waxuu u taaha waa u tagaa marka awal raggay aheede dumarkana waa ku daray waxii kabaha loo kabsado ama la bilaabo oo daacad iyo niyo lagu galo natiijadeeda caawo kaleenta weye waa caawo halkaan taaganahay natiijadeeda rag baa u soo dadaalay oo u sabray oo habeen walba u dhafray natiijadeedana waa halkaan taaganahay caawo ismaaciil iyo muniire waxaan leeyahay waa arkaysiin sida laydii garab istaagay laba dhallinyaro eh oo reer ohaayo eh oo la yidhi ohaayo dadkeeda badan waxba miisaan weyn ma leh qiimo kuma fadhiyaan cadadooda iyo dadkooda waxooda haddii miisaan la saaro qiimo weyn ma lahana la yidhi marka hore oo gobolladii soomaaliyeed raggii joogay ayna yidhaahdeen caawo waxaan leeyahay waxaan ku faanayaa oon idiin sheegayaa minnesota washington seattle atlanta maine inta soomaalida laga doorto dhan waxaan caawo idiin sheegayaa annagu kubaddan cayaarnay labaan dhalinay waa u hambalyeynaynaa waana u ducaynaynaa waxaanan u mahad celinaynaa intii u codaysay iyo intii dhanka ka soo horjeeda u codaysay oo ka codaysayba maadaama guushiina ilaahay siiya muniro iyo ismaaciil ilaa allaale intii codka dhiibatay aad baan ugu mahad celinaynaa hadday yihiin soomaali iyo hadday yihiin dad kale oo soomaali aan ahayn marka aad iyo aad baan ugu mahad celinaynaa waxaan salaamayaa guddoomiyaha cali jaamac oo isaga laftiisu isku soo taxallujiyey hawshan oo aad iyo aad noogu gubaabinahayay dadkii ka soo shaqeeyeyna waa la wada magacaabay aad baan ugu mahad celinaynaa midda kale waxa weeyaan ilaahay waxaan uga baryaynaa muniiro iyo ismaaciil jago cusub weeye soomaali ku cusub in ay noqoto kuwa la yidhaahdo muniiro iyo ismaaciil oo kale soomaaliya nooga raadiya district 3 iyo district 9 bay u yihiin xildhibaano dadku waa iskugu mid laakiin dadkana waxaan leenahay ilaahay ha isku soo dubo midnimaa wax lagu gaari karaa walaalnimaa wax lagu gaari karaa sidaasaana guushu ku imaan kartaa halka kanna guushaana iskaga imaan rag baa waqtigoodii soo geliyey oo maalkoodii soo geliyey aad iyo aad bay u mahadsan yihiin dadkii caawa la magacaabahayey iyo dad kaleba anigu haddaan qof magacaabahay waxaan magacaabi lahaa cabdullaahi yar meey macnaha wax kale oo magacaabayo runtii waa nin da'diisa ka weyn weeye waa nin da'diisa ka weyn waa ninka aan la yaabay maalinkii foodkii hore ugu dambeysay barnaamariga ahaa saddex meelood ama afar meelood baa tago doorasha ka socotay intaa wuu joogay oo uu ka kaambay garaynahayay marka dhammaan aad iyo aad baad mahadsantihiin waqtigu waa gaaban yahay baa la yidhi aad iyo aad baanan kaga mahadcelinayaa saa uga soo qayb gasheen iyo saad caawa farxadda ula qaybsanaysaan walaalihiina guulaystay iyagana waxaan leeyahay haddeed xil baad qaadeeno kuwii ka soo baxa allah idinka dhigo congratulation oo guuriyo ismaaciil iyo muniira ah waa win gareeyeen waa sugeenay waa filaynay caawa habeen ay nooga farxad badan tahay ma ay jirto reer columbus waa win gareeyeen waa history bay noqonaysaa taariikh aan la iloobi karin ku dayasho mudan dhallinyaradoo dhan mudan ilmaha imaan doonana mudan sidoo kale marka hadalka ma raba inaan badiyo thank you very much sidaad ii soo dhoweyseen waxaan kaloo rabaa inaan idiin raaciyo caawa waa ka seexan waayey laba saacii bar caawa 8 baan safar ka soo galay
قرشها ما أجين أنك عاوا حفلت إني جرتوا الباب كاسن كسر قالوا حاير فرحت أنا لقاضن هيا عاوا دورشة أنا وقت دير أيام قصو قري حوق يمال ضن ونقص الله لكن وقدم بين قرشة أيام عاوا مريه ذكرنا عاوا اللي قبل عاوا مثل هذه إن ست توس أو حق مثل إسماعيل إيمونير عاوا اللي قبل عاوا مدرسة يميسك قبل كهيل وتشتو أنا كو كم كان عندنا جمهور لهم تلس وحلو لهم تلس إسماعيل يمنيرة وأنا قد دفاعية وهلك أسوي حلو لي حلو عنوس وشيء جدوي عاول قبل أبو وأنا ما تشكل إدري رهاية وده تسكبر ده يو ده ده رأس على مهان قف قصتو أو سومالية أما هاي رادو أما هو ينادو لا سعو إسماعيل يا منيرة أديك عياد دورتي أديك أيكم مثلاً عد كاحك تملهن حفيز كودن حبيب إيمان أديك يكوفر إسماعيل منيرة ما مغايان عاول لقبل عو رجال الصومالي إسكولات كانوا سقط جر عالمير الإسكول ك هاي إسكول ك جامعة لها وحي هل الرول مارس كده إذا وحي هل الولي جبر الصومالي أو أيه إسكول لكن إسكودين أنا خد ديان كران وحي هلا المثلات صحة وحي هلا جوب أي هلا وقدم بين ولا لها فلنتيرز كاه وقت جود قليل ومهد سنتين ولا لها العقد بحي كان بين كل عقد وشقي العقد ما كون بحدي ولا لها كان حتى تدا هي ذاك قريها لو وقت العقد بحي يذكر وما سنتين إيه ولا لها إذن كأتيرين صوب حي رواق يعني تم قلية عد كودة يبتدي يذكره ما سنتين هذا كي واحد قصو كوبي يا مركب إسماعيل إيمونيرا واحد إذا لا كرسي قابتين إله يا ورث مركب هذا يدفع يو كرسي قاسها إله يا كان يو كرسي هذا أنا هي سومالي أنا كل يبانو إن قف قصو سومالي نوا إمام كرا حفيد سيدو ده واريدين فرني هاي وسلام عليكم ورحمة الله وبركاته حويري يا ولاتي عبد الله يا ميري يا الله ما يريني دوام لوقف رول مودل كوميونيتي كان اني هلان لوقف ما انت ku dayin karaan caruurteeda halkaan aku korinayo saddex gabdhood iyo wiil qof ay ku dayin karaan maalin walba campaignka wakeenay si uu arkaan ula kulmaan sawireela galaan ay u salaamaan barito wax dhigi karaan qofkaan ku dayinaya gabadha xijaabna ku dayin karaan munira iyo ismaaciil labadood ma caad baa ma sentin wa ma sentin ina ordan wa ma sentin ina ku guuleysataan غوشي لها هاي لها إذا كقولي الحمد لله أنت سوق سقويا وحال كان كسر دوينا يا يعني هالما من وحوي ريا إن ماهر ماهر سكن لوا لوا رينو ده السلام عليكم حارواكو إسماعيل منيرة my new representative welcome Dantavius Burhan everybody maharwa ko inta umhad eliyo dadka oo marka volunteer ka ahayn ilbaab soo garaaceen ma soo dhaweeyeen cunta la siiyeen shaah la siiyeen wax ka sanow siiyeen marka isheeg alxamdulillah maanta waa taariikh 98 ka america maad waligeen muuminayne maanta ta joogaayo taariikh laan dhaceyso marka thank you very much ayr walkayga weyn laakiin isaga ma qirsan way goon yahay walaashay munira aad ma santihiin dantavius thank you very much and waxaan rabaa halkan hadal ku fanaan sheega ku celinaya abdi aadan iyo gafaba hadal fiican sheegeen ayaga hoosta ka xariiqaya dardaarankii ma ku soo celinaya anuu ducayay waad maahay marka walaalayaalo munira iyo ismaaciilo dadka soomaalida doortay adinka ayaa matashaan ilmaha yarka hada dhashay gabadheedo kale munira adey ku dayanaysa ismaaciil lugay ku dayanaya marka waxa baad inaan noqotaan dad lagu dayan karo farxadu markay ka badato hadalkaaga sudarsana waxaad oran lahayd oo dhan baa kaaluma farxada ayaga badantay caawa silsilada adduunyadu dadaysa hashanayso samir lagu manayso rabbi saacidaanahay sig kastaba ha noqotee soo jireenka dhaqankiiyo soomaalinimadan dadka kaga sarreyna waxaan horumarnay dadkii naga soo horreeyey dalkan qaxootiga bay iman jiray ilaa maalintii dadkii laa laga qaatay waxaanu nahay community-ga kelin haatay ee kasoo bilaabay from scratch ilaa meesha uu sareysa gaara waxaanu nahay hooyooyinka kaliya ee dalkan ku nool
gabadh Soomaaliyeed iyo wiil Soomaali oo dhalinyaro markay arkaan 4 iyo 5 iyo 6 hadaanu soo sameysan karno sharci waanu sameysan lahayn saano heerka u gaarsiino waanu idin daba soconaynaa ilaa iyo kursiga Donald Trump ku fadhiisataan waaninki inuu naliido kampeenka ku galay caawiya tusa anyway ummada Soomaaliyeed waan idin hambalyeynayaa dhalinyartan hambalyeynayaa aruurteedan hambalyeynayaa hablaha yar yar ee caawa halkan ka soo qayb galay baan hambalyeynayaa ilmaha dhalan doona ayaan hambalyeynayaa Soomaaliga lot of work to do and they certainly will do it but it's not something there's a lot that they can't change overnight And so there's a lot of education that we need to, as a Muslim community, recognize that they can't do their work unless we have their back, unless we are ready to mobilize, unless we're ready to put our money where our mouth is, unless we're ready to step up as a Muslim community like we've never had before. So our fight isn't one that we celebrate today and just leave, right? We're not gonna leave them. We're not gonna leave you guys. We know. Marka waxaan leeyahay horta aad iyo aad u faraxsanahay aniga mana degan nooradka xiliyaran deganaa laakiin gabdhaha oo nooradka degan haaji iyo gabdh badan marqaati subax kasta taa waxay dhii jireen masiixatid miya walaalay islaamaha wada walaalay bildimada taga walaalay sanadkan aan dhii jiray waan ku balanay labadooda waa ka balan qaada u maleeyna balanteedina waa ka soo baxay caawana farxadiin taaganahay ما شاء الله تبارك الله اسماعيل يا منيرو انت انا انك بدنا اديك سوغينا انا سينجل ما ادري افرع انه كرستا اه الله يسو فيرشه الما ليلى كوري والسلام عليكم رعد اسماعيل هو قاضي هداد نغا هاغايس هي قد كسر جوكستو هبت لابتي كل قد هيرتا وا بري سنغا هلب ستو فوش هياكيل دعان كو غنتي هبدا امين ده habeen iyo darar ee bahay hadima ka baaj aamiin habeebaha jidaasha iyo dal hanaqyadii dowga habaas idinku duula iyo boor hadiba hirib mooyaane helinkaad ku dhici waa midkan laga habaabayn waa tu halwasiga ahaatan iyo hiiraane hayaakiil ducaan ku guntiye hibada aamiin dhe habeen iyo darar ee bahay hadima ka baaj hawshan soo qabateen ilaahay miisaanka xasanadkaadi kugu daro sida in aan gabyeen doonayn laga iska dhaafay waxa u duceynaa waxaan lahay wastaciinu bisabri wasalaah hawshaan waxaa looga bixi karaa keliya waxa weeye in la kaalmeysto sabarka iyo salaada kolley barbaarin waa qabaan labada naam xaq aqoon iyo xaq diineedba labadaba barbaarin waa ku qabaan laakiin waxaan xasuusin mudanahay inaan xasuusino markasta alla ka cabsiga waxaan rabaa inaan soo dhaweeyo xildhibaanada bal wax yar baad oranahayaa aad iyo aad bay ii dhibtaa markaan arko qof soomaaliya oo leh waddanka waxba ka noqon mayno caruurteenna waxba noqon mayaan annagu waxba noqon mayno daadis ilmihii qofkaasu markuu u sheega arrinta maxay ilmahaasu aaminayaan wiilka iyo gabadha iskuulka la tageen ba aaminayaan inuu ka sarreeyo waxay aaminayaan inuu marti yahay because psychologically baad u dishay ilmihi may waan raacsan tihiin arrinta ha laga waantoobo caruurta ha la inkurashgareeyo dalka kan nin aad marti ugu tihiin ma jiro qof marti aad ugu tihiin magan ma tihidin marti ma tihinin hoos qof idin firiya yuu shirin Well, first and foremost, it's truly an honor and a privilege to be here with you tonight to celebrate what is a historic moment in our community. And it is not remiss on me that it took a long time to get here. And I'm sorry, in some respects, that we didn't get here sooner. But guess what? The car arrived on time. Am I right, y'all? You know, I was looking at, I've been on my phone looking at election results all across Ohio. And I want to tell you all something that I may not, well, I'm just going to tell you. We lost a lot. And
it's going to be kind of bleak going into the next state house. We lost seats that we typically should not have lost. And when we think about what's at stake as we move into this new GA, our families are at stake, y'all. And I want to pin that because as a sitting elected official, sometimes we give you hope, right? We tell you that it's going to be better. But I'm going to tell you right now that the only way that it's going to get better is if we do it together. The only way that it's going to get better if we do it together. So thank you to make dua for those people. Thank you to the people who stood every single day from 8 a.m. until 7 p.m. in Gilgamesh at the Board of Elections. So let's go to Sa'abia real quick. I want to hear it. Let's go to Sa'abia. This is the beginning. This is not the end. Like he said, Ohio is very deep. There's a lot of work to be done, right? Yeah, definitely say well, lie. I heard that. But Ohio is not somewhere, you know, that's easy to make change. But we started today, and we're going to continue. This is not going to stop right here. We're going to continue. We're going to work every single day. I want to see you at my office. I don't want you to hide. Come see me if you want to talk. And I do also want to say this is my district, so welcome to my district from now, District 9. It's a scream on and off from now on, this place. So again, thank you all. And make dua, because this is not going to be easy. And inshallah, we're going to have more people in the state house, more people in city council, in school board, not just Somali, people who have not been represented, that will start to be represented. We have to speak up for ourselves and for others who are also not represented, right? So inshallah, thank you all again. Columbus, you did it. Somali and Columbus, we did it, finally. Minnesota can't talk about us anymore, right? All right, jazakumullah khair. إلهي ذن شرف إنتي نوع ذي إنتي نوع تاجنا بنانكا لأن يرادة تيم كنا بفانتيوس قوني بقوم هاد عين دونا برشدة جود لكن رنتي أو نوع ذي رنتي سيد لو قد واجي أدر تمشي له ما ما بقول سنة شرعة بارنتي نوع ذي سي وذي باشري نوع ما ذي ورنتي قليل مري سو قليل مري وحيري أنا عد كدي بتاربا أنت قف ورنتي شقوين كذا كفريستي إن إذا خذير نسيان رنتي إسبدل كاس يركع إسوبين تاريخ بين النقطتي سأول السعوتين أنا جو especially ويس كيجاد بوجات كا رنتي دبعت بنا بقصوم برنين الحمد لله عدنا بقصوم بحني عد كا يركع أنا مصر تقل لهين هدو قف كصوب لهين مركا أرت الصومالي the good وعدي تاريخ باقرتين عاد بعد كي ما تعلنا يا هدا نوصل أبتو campaign team كا رنتي لما سوكو بكرو تيم كأنت جود لأن يرانا لا شقيه أنت جورينا لو جراعي أنت رونت قرحة نو تاجنا مرة بينك وحر بينك بين أرت الشعية تي في أرت الشعية تي في الله صعبيو شعية تي في شعية رونتي 2018 كي بنلعب بلعب كامبين كا مؤون السنين حفلات كست هي كلن كسو نو تاجنا سو وحبنا ويدينين رونتي لكن كامبين كان بلشدي قيبك قاعدنيا انا ما حد علي ربا ولكن بشير تاجنا ما حد علي ربا اوهايو سومالي تي في اي كان لو صعبي فضلا كامبين كان دور كاي كقاتين سي نو تاغيرين اد بنو ما حد علي رونتي هذا تيم كوي ماذا تيم كرونتي سان لو شيغي لما سو كوبي كرو مركا سنه حدي ددك مغعيه لا بلا بقدر الى دد با لو كرتا لكن انت اني كامبين كقيب وين كقاتي او لخصي برامر لبا دينا خصو وكو او كيهي عبدي آدم جيسي رونتي مغالدان قيمه او كفدي عبدي آدم جيسي والله وبالله وطلله لا سو كوبي كرين قف كستا او قف كستو كامبين غلا او رنتي ما أها كامبين بس وحكستو أودنت جود كوميونتي أو ويستاجا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومدى الصوماليات دمانتود وحان عاوي هل كان كدعي قول أدو بلارن والله بقف أو صومالية اللي معنا نوصو بحين أد بانوكو فرحسن هاي برنامج كا يقوشنا عاو نوصو هو يتي آدي أد بانو دريمينا وحان صومالي نوكو هم بليينيا إن اللي بدا قفو نوصو بحين دمانتن نوصو وضا بحين أنا كنت رجوي النهاي إن بهيه النجار كأكش غين دونا ندي إلى هاي رهذا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نعاو هل كان واحد سكون من حفلتي إسماعيل يوم النيرة وحيلا ما دي سنة إنه لا وقف صار صارني وأقول سه يتي ومت الصومالي هذا إلى وحنا كرت شيء إنه إنه مر والبجوش يعني يقول لهم إذا إنه جارنا يقولها إنه عانو كلنا واحد الكجارة هرم بركة يو اسكو فكرة هانتا تسكو مال اسكو ولا رعاه ادون سودوينا
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وحنا هذا وقفر حسنا هاي نعاوة تهال كان نقصه بحين لوقف ورنتي أدم وقالية وقت بدن كان بين جري كنتي قروح بدن وحنا كولومبس كونغراتوليشن دمانتين صومالي أنا وذا فرح حسنا هاي كان شوفنا بسم الله دمان والسلام يا ومدة صومالية عاوة وهستوريك نايت وفرح حسنا هاي دمانتي وباشالينا وحنا هم بليينا من نيرو يا إسماعيل يا دمان دتك صومالية يا دورتي يكو حفلة دك سوا غيب قلي دمانتين ومهات سنتين وحنا سجارة وسلام يا بشير يا وحوى يا صومال هاي صومال تي في يا بشير بنا هذا السلام يا بشير ومهات سنتهاي هم بلي صومال دمانتين بسم الله الرحمن الرحيم معي جوا هذا الشمبرليس وهاي صومال تي في واقع ما هذا غيا فرصة تنقلجة دبعاً وحنو أركع عاون إتاي هبين فرحة له وهبين الباب نجحرنا ونوفر مي والله بدنا ليرو الصوماليات أي نجوم تلهيان قبل كان أوهايو وهبين فرحة ذات رنتي دتك الصوماليات إن بدن وحكيني أشب صناعين ترتمد هروع الجلين ما أنا يقول إنسان قاركود وحيب الرومي إنسان قف صومالي هل كانوا سنصوب يحكرين لكن عاو حنو دبل دقينا قول لبعة ويلي جبر دليرة وهل كان كوكوري إنه يترتمين إسلام مركان أي جولستين مركوا فرحات بينه تعاوى. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. عوض وحنا نلتقينا هاي أوهايو صومالي تي في إي إس إن تي في مقعد وحالي رضي ياسين عبد الله عيسى وحنا هاي أباها منير عبد الله عيسى وحنا لاي هاي عوضة شعورتي إذا الله سوكو بكرو. أدي أدي يا أوفر حسن هاي كلامات وحن أدنى أول كلام يجلس هيا حلك حلك علوس أي قبل إذا قادي أو مسؤولية مسلمين تكون القبل كأوهايو يكون مسلمين تهاي والله ما ذن عبا أو حل علوس هاي بركة وحن قدر دار ميا تك ولا عليه قا أو مسلمين تها إن أي كلمة يا أن هوشان لو ذا خف إسماعيل يمنيرو إن لكلمة أن لا نحد يجين هذا الله يوحنا أقل من وحي تلقيت سال الله سيو إن إلهي سبحانه وتعالى هلك قادر وعب صدان كمون تجنا أي عويان كمون تجنا حلا جربا إن إسخاب صدان أي سوء مادان والولكي يحمان زي أي كبحان أي إن هل من نغضان واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا إن شاء الله جزاكم الله خيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين وحمد لله إلهي الرحمن الكريم كو هل كان سبوكا يكاني عودة مركز الوعد المحاربة إن أم هاد عليو دات كي قصة قيب قلي كان بين كانتو ما عرفتي دات كي جو نقل قيب قاتي إن بلو قيلا دماتك سيو دات كي تاقنا قرح داسيتو ما عرفتي وراقا هل تاقنا يقول حاربة إن سيقوني أن أم هاد عليو إن أدي أدب أمها سنتهين ما حد ما أنتي إن ما أردت قصة شقيسين هول وين وواد أجدين ما أنتي إذن كميشان فريد اللي يرى دي كالاتو أدي رجلسين إن وحان رجين إن إلكشن كان صوت سعودة داد بضن إن إيسا بحان ما أردتي أوهايو حد أم بأبلا متي ولا بقب أقوار إيسا إيكو سابحين إن إيسا سعودة عن داد كالات إن شاء الله إلكشن كسو سعودة عن سنة ترس إيو ما أردتان هيل دونو سيتو كونسول إيو مور ريبرزنت منا هيل دونو مركة بحان كو غاري كرنا إن هالكاس بحان كو غاري كرنا يونيتي ولا ليالو يونيتي أيان كو غاري كرنا ما أردتي إن داد كو سكور إما دان ما أردت لكن ما ها إن إيتاس نور استاكتو غوشي نغور استاكتو إن مركة منير يو إسماعيل وحن لا يهاي إذن كنا وإذن تهنينا يا إله إذن كم بدنايو دين تين إله إذن كم بدنايو إن وحن ربا إن العدالة دا الحسوس الدين عدالة دا عدالة دا كده داشير يا إله سبحانه وتعالى ولا يعدله هو أقرب للتقوى إن العدالة كده داشير ما يا إن كده دار ميا لبديننا إن سكون يا منير نقدر دار ميا إن شاء الله نورم وشيء إن إله على قرب قرو dadkan waxaan wali leeyahay hooshi ma dhamaanin ma aragtay haddii shaqada bilaabaneysa garab istaaga in arurta garab istaaga oo ogaada mar walba noo ogaada kuna saxda inaad cadaw ku dhex jirtiin dad muslimnaad ayaatiin si gooni ayaa la miirinaya waxa ayaabaha yar yar oo idinka dhexay inta ku mashquulsan tiin ayaa idinka faa'iideysan kara idinka dhexdiina
ما عرفتي حاليا وحي ما عرفتي وإذا كده حياة بنانك أصوب بحينا دتك مسلم كهين هو بندقنا ما عرفتي تودي على ذي ندت كاس المسلم كهين هو بندقنا يمين كده كره شقية إصلاح إصلاح من كجرو ده سيأذن دردار مياء إن السلام عليكم ورحمة الله وبركاته SNTV adi aad ay u mahadsan tahay oo mar walba naga garab taagan bilow ila dhamaad markay election ka bilowday in aad aad ay u mahadsan tahay in si fiican ay aanan inta aad ka tihiin waan ogahay in marka insha Allah was arkeena mar kale to ma sha Allah waxaan rabaa inaan maad noqo Somali Sona TV oo hay Somali TV runtii oo back laf dhabar u aha campaignka naga la shaqeeyay walaakin Bashir iyo Daaqo aad iyo aad baan ugu mahadnaqayaa habonaagay bulshada ula shaqeeyaan runtii waxaan rabaa inaan ku tumaado inaan u sheego is the first time oo historically aan laba qof oo Soomaali ah ee state-kan ka soo baxaan ee campaign-adan wax fudud ma dhaqaale economically u baahan yahay ee anigu waxaan ka campaign strategist campaign labada qof isku hayay ee mainstream badan waqtiga galiyay waxa ugu muhiimsan black caucus-ka oo runtii laf dhabar u ahaa oo rabaa inaan thank you to Ohio Congressional black caucus-ka ee Democratic caucus-ka oo runtii laf dhabar u ahaa iyo dad badan oo saaxiib la ahaa Soomaalida George Bede ka mid tahay Don Davis Gerald oo runtii na taageeray waxaan rabaa inaan u sheego Soomaalida Ohio historically we make history qof walba oo Soomaali ah ayaa degan waxaan u leeyahay thank you inaan codayseen waqtiga nan siiseen waa ku mahadsantiin waxaan rabaa qaasatan inaan special thanks aan dhaho Minnesota oo runtii ahayd engine-kii na gelisay lacag oo runtii aan ka keenno nagu caawiyay in qarashaad badan ay nagu taageereen runtii iyo Seattle Washington waxaana mahad ilaahay ka sokow reer Ohio codkooda iyo waqtigooda na siiyay lacagtoodana aad iyo aad u mahadnaqayaa because campaign-ka wax fudud ma aha dhaqaale iyo qarash u baahan yahay waxaa jiray dadka cadaan mainstream ku xindhaayeen lacag say u raise gareynaysaan u keenaysaan macnaha way naga sheegi qabeen inay macnaha inaan wax raise garen karno xataa dad waxay improve gareysay inaan wax qabsan karno lacag aan la iman karno oo waxaan qabsan karno taasna meesha waxay ka saartay inaan lacag la imaanay horumar aan keenay oo gabdhaha yar maanta helayaan gabar Soomaali ah oo muslimada oo xijaab degan inay state house ka tagayso January la arnaayo ee wiil Soomaali oo lawyer uu arkaa ay ku dayinayo dhalinyaro lawyer ah oo waddankan uu isbedeli doono insha Allah taala horumar dad yar oo jiil daas waxaan ugu dagaalamay waxa ahayd inaan dadka yar soo saar leadership ma aha macnaheeda is about you adiga connection ki waxa haysma waa building your community from scratch up dad yar inaan soo saartid oo diyaaris ani waxaan diyaar u ahay markasta dadka dhalinyarada ah oo horo socota inaan taageero multiple entities inaan gelino runtii aniga connection-kaygii maanta waxa ka faa'iideystay Ismaaciil Maniro oo aan uga faa'iideeyay because of goals-kaygu wuxuu ahaa inaan dad Soomaali aan keenno mesh oo aan u sameyno albaab inaan u furno se u helaan mustaqbalka jiilka dambe loo badbaadiyo muddaan la shaqeynayay xisbiga iyo dimuqraadiga state-ka 20 sano oo waxaan ka shaqeynayay arrimo badan oo bulshada Soomaalida u taagan xawlaadihii ishuuda haystay gurihii dhiba crime-ka ka socday waxaasna waxaan kaga bixi karnaa anagoo gacmaha isqabsano oo community-geena u istaagno oo dadkeena aan improve gareyno oo aan iska dhicino issue-na haysta that's the only way ugu bixi karno wadankan waxaa lagu bixi karaa representation haysta miiskan aan fadhiisto qof kale fadhiisto haddii kala meenigu noqonaayo miiska hadaan fadhiisano waxaan helaynaa dadan la xisaabtano oo aan kula kordhino issue-na haysta macluumaadkana haysta saar u socotaan Ohio 99 seats ka kab oo ahaa 499 waa Republican way waa isee Republican haystaan oo dadka xaq jirka ay ahna ah waa inaan marka dadkan representation aan helno si aan ula dagaalano marka waxaan u baahanahay inaan taageertaan Ismaaciil Maniro iyo dhalinyarada dambe soo socota insha Allah aan ka shaqeyno inaan horumar gaarno walaalkay Bashir iyo qof kale ilaahdo Deeqo aad iyo aad baan ugu mahadnaqayaa waana mahadsan yihiin laf dhabarta media oo wadankan qaasatan Ohio for long time laga ka shaqeynaysay walaalahan marka waan ku mahadsan yihiin inaan gacmaha isqabsano horo u socono oo dadka yar aan soo dhisna muhiima that's the way way out ciyaalka yar inaan space seeno oo aan gadaalka istaagno maskaxdeena iyo aqligeena aan gelino oo aan soo saarno si aan u helno representation representation matters mashan wallahi wax kale ma jiro waa representation marka insha Allah ta'ala Ohio goal ما شاء الله جزاك الله خير ولا كي ميديا ثانك يو بشير السلام عليكم ورحمه الله وبركاته مركه هره انت ان غدها او غلين وحان ربا ان ا امهد عليو اوهايو سومالي تي في يو اس ان تي في سومالي ناشونال تلفزيون ان عاو وهبين تاريخي اه تاريخ وين اوله سوماليدا دغن مريكانكا خاصه غوبلكان اوهايو وحا الهي ما انت نغو غولايي دادال aan soo wadnay muddo sanado ah ee hadaan dib ugu laabto dadaalkaas
qaarkiis markiis ugu horeeyay wuxuu bilaawday 2018kii in muddaha ayuu soo socday xilliyo badan iyo waqtiyo badan iyo kandideedyo badan ayaan ku daynay bad maanta ilaahay wuxuu nagu guuleeyay in aan doorano laba xil dhibaan oo aqalka hoose ee gobolka Ohio noo aado waxaan dooranay Ismaaciil Maxamed iyo Muniira Cabdullaahi labo dhalinyaro oo yaryar ku koray waddankan wax ku bartay aadna u dadaalay marka Soomaalida reer Ohio khaasatan guul weyn ayay dareemayaan caawo xafladdii ayaan halkan ku xirnay waxaan dareemaynaa reerreyn shaqadii iyo dadaalkii iyo taagnaantii iyo dadaalkii dheeraa ayaa ilaahay nagu guuleeyay waxaana rajaynaynaa kuwa badan oo dhalinyarada Soomaaliyeed ka mid ah inay soo baxaan qaybna ka noqdaan isbeddelka cusub ee socdo insha Allahu ta'ala dhalinyaradaas aan dooranay maanta xildhibaanada cusub oo la dhaarin doono insha Allah January sanadka 2023ka waxaan u rajaynaynaa ilaahay inuu ku xifdiyo diintooda iyo dhaqankooda ugu xifdiyo qaybna ay ka noqdaan dadaalkan Soomaalida loogu jiro kuwa badan oo kalena insha Allah ay ku daydaan walaalkii Bashiir iyo Ohio Somali TV iyo SNTV aad iyo aad ayaan ugu mahadcelinayaa mar labaad waa mahadsantahay.